حابة في الآخر أوضح الفرق ما بين سؤالين. أول حاجة، لو قال لي الماترز هاف إيه أن إيه، يعني هي الماترز كلها فيها خواص مشتركة، إن كلها بيبقى ليها إيه، ليها ماس اللي هي الكتلة، وليها فوليوم اللي هو الحجم. هو أي نعم إحنا اتفقنا إن هما بيختلفوا من مواد وبعضها، مش كلهم زي بعض. لما يجي لي ماتر ديفر إن، يعني الماترز كلها والمواد بتختلف عن بعضها في إيه، قلنا الماس بتختلف والفوليوم بيختلف، بس الأدق عندي في الإجابة عايز أقول في الشيب، في شكلها، في التكستشر الملمس بتاعها، and color وفي لون